danze che sperai, sorrisi e pianti miei. Promesse di allegria e sogni in cui volai, ed il primo spietato amor mio siete per me. Perduti e persi mai, mi appassionai di voi. Su di voi giurai e mi ci tormentai. Sembra niente, ma il cuore era il mio, poi c'eri tu. Vento soffierà, la pioggia pioverà, nebbia velerà, il sole picchierà, ma i ricordi non passano mai, stanno con noi, sono molto più forti di noi. أريد أن أتكلم معكما. لقد رأيت التصاميم وقد نالت إعجابي بشكل لا يمكن وصفه، والتقديرات بحق بالواقع كانت تقريبية. لم نجد الوقت للتأكد من التكاليف. نعم لا يهم، الحقيقة أنا على وشك الزواج. تهانينا، كنا متأكدتين، فهو رجل وسيم بالفعل. عرفت ما إذن؟ مؤكد عرفنا. على كل، بعد الزواج لا أرغب بالاستمرار بالعمل في المحل، لن يكون أمامي متسع من الوقت. لحظة، بالتأكيد لن يكون ذلك على الفور، وإنما بعد عدة شهور. فما رأيكما أن تحققا أفكاركما، ويمكنكما البدء بأشياء بسيطة كالتنانير. التنانير جميلة جدا. بالتأكيد جميلة وسوف تعجب الناس. أخذنا بعين الاعتبار نوع الزبائن الذين يأتون إلى هنا. من المهم للتجربة أن تنجح، لكن بعقلي فكرة أخرى. قما بإدارة المحل. مدهش. تفضلي. شكرا ماتيلا. لما يا ترى شرفتني بزيارة؟ لهذا. كيف وجدته؟ ليس هذا بالأمر الهام. فإذا الفتاة السخيفة أعطتك إياه. لو علمت بأنها قامت بذلك لما استقبلتك في بيتي. لا أشك بذلك، ولكنني أردت أن أخبرك بأنك تخطئين بكل شيء. أمل أنك لم تأتي لكي تعلميني كيف يجب التعامل مع ابني. كلا، لم أقصد أبدا ذلك، وخاصة لأن هناك أسلوبا واحدا لذلك، وهو الحب. لقد بدأت الفيلا تزداد جمالا. قاما بالتصليحات المهمة خارجا وداخلا، فقد ينتهيان بسرعة، ولقد رأيتهما سعيدين ولنقل عاشقين. فماذا سيفعلان بعدها؟ بإمكانك معرفة شعوري. لا ليونا، لا أعرف ما يمكنني القيام به. لطفا لا تقولي خرافات ولا تفكري هكذا. تعرفين من زارني؟ مانيتي.
أصبح في وضع سيء بعد خروجه من السجن. كان يريد بعض النقود، فقلت له لقد قبضت ما تستحقه، ففاجأني بلهجة غريبة، فقمت بطرده بشكل حازم. تصرف مدهش، فقد جاء لابتزازي فرفضت أن أستقبله، وإذا صمم سوف يدفع الثمن. اطمئني، مجرد تفكيره بالحصول على مبلغ مني دفع بي إلى الضحك. الأمور سوف تتحسن. لا أعرف، لا أعرف ولا يهمني أبدا. أندريا لا يرغب بي وهذا ما يزعجني. كلاوديا، أنا أفهمك وأجد الأمر مؤلما. إنها الحقيقة. لا، لن يطمئن بالي حتى تصبح إدرا في مثل وضعي. إن لم يكن أندريا من نصيبي فلن يكون من نصيبها. آسفة، يجب أن أغادر في الحال. وداعا. سعدت جدا بلقائك. وأنا. وداعا. نجحنا. لم نضعها حتى في الواجهة تلك التنورة. من حسن الحظ كان على قياسها. يجب أن نطلب من الخياطة أن ترسل غيرها بسرعة. كم فرحت لهذا. وإذا بعنا البقية فيمكننا البدء بعمل القمصان أيضا. قبل ذلك يجب علينا أن نتجول بالسوق. ما شعورك وقد أصبحت مصممة للأزياء؟ مع ذلك ليس هناك كثيرون ممن يبيعون 100% من إنتاجهم. ليونا، أردت أن أكلمك بأمر هام. تفضل. لقد حدثنا أندريا، أنا وفاليريو، عن تلك الفتاة. بناء جدا. سيقيم حفلة تعارف. ولما يحفل إذا ما كانت أمه موافقة؟ هذا ما أردت أن أكلمك بشأنه. أندريا جاد في الأمر، فهو يحب وهو سعيد بذلك، ولكن سعادته لن تكتمل إذا استمريت بوضع العقبات في طريق الفتاة التي لا تعرفينها. وأمل ألا أعرفها. لما؟ قد تكون أفضل فتاة في هذا الوجود. فتاة تضع نفسها غدرا بين الأم وبين ابنها. غدرا؟ هل تمزحين ليونا؟ ما المطلوب منها؟ أن تأتي وتطلب منك إذنا لكي تحب ابنك غير معقول. ما تمنيته لابني خطة مدهشة، فحشرت نفسها. أندريا لديه خطط بشأن حياته، وما عاد طفلا بكاء. لما العراقيل؟ ألم تلاحظ أنها مخربة؟ ففي البداية تضع ابني بمواجهتي ثم زوجي. لا أحد ضدك، أندريا يحبك وأنا كذلك. ويفعل مع أمه كل الأشياء التي تؤلمها، وأنت تفعل ذلك. أنت وأخوك تساندانه على أن يبقى بعيدا ويقوم ببناء بيت لها. كل الأبناء عندما يصبحون كبارا ينفصلون عن عائلاتهم، أمر طبيعي. أندريا يرغب أن يعيش كما يشاء، وما زال يحبك. إنه يعاني بسبب موقفك. فإذا معاناتنا واحدة. ليونا اهدئي لطفا. فاليريو وأنا قررنا التعرف عليها، وقد قلنا لأندريا أن يحضرها متى شاء. لم أسمع. فقرار إذن. من تظنان نفسكما لفعل ذلك؟ نحن لا نقرر حياته مطلقا. نبذل ما بوسعنا ليسعد، ولا نعتبره غريبا أبدا. فإذا هل تلطفت وأخبرتني متى سوف يكون اللقاء بحيث لا أكون موجودة، فأنا لن أظل وإياهم؟ كلا، ستكونين وإياهم. لا تحلم بذلك. ليونا، أحببتك بعمق، أحببتك وما زلت، ولكن لا تضعيني في وضع يجعلني أشك بأنني مخطئ بك. ما رأيك؟ يجب ألا تقلقي بهذا الشكل.
معك أندريا وسيجعلك تشعرين بالاطمئنان كما سأقدم لك المساعدة. ثم إنه عشاء ليس مبارزة. أرى نفسي منذ الآن أرتجف، فأنا جاهزة لارتكاب أي حماقة كما فعلت مع أندريا. حماقتك تنتهي نهاية ممتازة باستمرار، وما زال لديك بضعة أيام لتتهيئي نفسيا. أتمنى فعلا. إنه أمر جيد أن تكون أم أندريا هناك، فهذا يعتبر إنجازا. نعم، أندريا متأمل بأن سيرجيو أقنعها. أتمنى ومن قلبي أن تتفهم. أرجو ذلك بالفعل. لوشيا، تريد أن تراني؟ نعم، اجلسي لوشيا، اجلسي. حتى وإن كنا منفصلين وهي المرة الأولى التي نلتقي بها بعد عدة سنوات، ساعديني. من أنت؟ أنا متورط وليس لدي فلس واحد، وقد فكرت أن ألجأ إليك. لوشيا، لا تسيء فهمي، أنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن ألجأ إليه، لقد كنت أيضا في السجن. ولن تكون المرة الأخيرة. من أنت؟ أنت أبلى. بهدوء بهدوء، أنت مجرد وغد، هذا هو أنت، مجرد وغد. أخبرني، من يترك مركزا هاما وبهذه الطريقة في شركة التأمين؟ وراء المكتب مركز مضمون. لا لا، هو يريد أن يعمل كمحقق، فهل هناك تفاهة أكثر من ذلك؟ لا لا، ليس صحيحا، أنت مخطئة. في الأيام الماضية وجدت زبونة جيدة وهي سيدة ثرية جدا، ثم فجأة كل شيء انتهى وكأنني في حلم. إذا نعثر عليها فربما بإمكانها المساعدة. صحيح، ويجب أن أذهب. شكرا لوشيا، لقد سررت برؤيتك بالفعل. ولكن لما العجلة؟ كلا، ولكن لحظة. لوشيا، أيها النادل، أحضر لنا فطيرة وكابتشينو بسرعة. أعذرني، ادفع أنت، علي الذهاب. لوشيا، الباقي الباقي. تفضل سيدي. ما رأيك؟ أصبح مختلفا. أحاول أن أتخيلها مع وجود الأثاث والسجاد والأضواء، مؤكد ستبدو رائعة. وأين تحبين النوم؟ لا أدري، في العادة أكون وحدي. أنت لا تشخر، ها؟ بإمكانك أن تسألي صديقاتي. أتعرف شيئا؟ سأتوقف عن حبك. قادمة قادمة، انتظر. مرحبا، أريد أن أتحدث مع السيدة ساتي، وأرجو أن تكون في البيت. هيا اتبعني. تفضل اجلس. لكن اجلس. عفوا، ولكني أريد التحدث مع السيدة. ولكنها لا تريد أن تراك حتى. اجلس اجلس. قلت لك اجلس. برافو، هكذا تعجبني. مناتي، تعلم لماذا لا تريد السيدة رؤيتك؟ من خوفها أن ينكشف أمركما معا. احذري ما تقولين. احذرني مناتي، فأنا مصرة ومنتظرة أن أعرف الحقيقة. ولكنني لا أعرف عما تتحدثين. بل أنت تعرف ما أعنيه بالضبط، فعلى سبيل المثال، لماذا تحاول دائما الاتصال بالسيدة ليونا وهي ترتبك؟ لماذا تحاول تهديدها حينما تتكلم معها بالهاتف؟ لما؟ لماذا كانت تحاول الاتصال معك حين كنت تعمل مع ساتي؟ ما الذي يدور برأسك؟
فالسيدة كانت بكل بساطة تريد أن تعرف النتائج أولا بأول لكي توفر على صهرها سماع الأخبار التي قد تسبب له الإزعاج. هذا كل ما هنالك. كم أنا مخيفة بالفعل. لقد وصلت بي الدرجة للشك بالسيدة ليونا. هي اسمعني. إن تلك الطفلة قد ماتت ونقل الخبر إلى السيد فاليريو بلا رحمة وكاد أن يموت من الصدمة. منتي أطلق سراحك قريبا، سجنت بسبب الاحتيال. إذا أنت ذهبت إلى الشرطة وأخبرتهم بموضوع الطفلة فماذا سيكتشفون؟ أشياء مخيفة. مسكين. هناك أيضا شيء آخر أريد أن تعرفه. أتذكر أيضا الأقراص التي بحثنا عنها ولم نجدها؟ شخص أخذها، لقد أخذتها وخبأتها السيدة النقية ليونا. منتي صارحني، ماذا يعني بالنسبة لك الأمر؟ فأنا لا أعرف، ربما يعني الإجرام. لا، للدقة تسمى محاولة قتل. لكن أرجوك بعد كل ما مررت به، بالله عليك فأنا لست قاتلا. لا أشك بك. أنت مجرد مأجور رخيص، أنت لا تقدر أبدا على أن تقتل أحدا. بماذا أضيفك؟ قل لي، قهوة؟ شيء آخر؟ هذا سوف يرفع حالا من معنوياتك وسيجعلك تحكي لي كل شيء باسترخاء. إذا منيتي، ماذا تفضل؟ السجن أم العمل لحسابي؟ بالطبع لحسابك. لا تصاب بالدهشة، فربما أعطيك مثلا من معاشي النصف، هذا أفضل من السجن. هذا يناسبك منيتي؟ اسمع، أريد معرفة الذي حدث بالضبط لتلك الطفلة. الذي قلته تلك الليلة المشؤومة كان من اختراعك، كلامي صحيح؟ أجل، لا، القصة كانت من اختراع السيدة وأنا قمت فقط بوضع الرتوش. أنا متأكدة من ذلك. وما قصة ذلك الرجل الذي أكد ما قلته؟ إنه شخص يعمل عندي من فترة لأخرى. أستطيع الحصول على كأس ثانية؟ نعم، سألبي ما تطلب بشرط أن تبقى مستيقظا معي. تريد جبنة؟ يكون أفضل. لدي هذه الجبنة الجاهزة وبعض اللحم. ماذا حصل معك؟ هكذا كان الأمر. فعندما تأكدنا بأن الطفلة كانت بالفعل موجودة، فقد اقترحت القيام بالتحري عن كل الأطفال الذين تم التخلي عنهم في نفس الفترة التي توفيت فيها السيدة. وماذا؟ فهمت السيدة ليونا على الفور بأن ابنة صهرها سوف تكون واحدة من بين هؤلاء، لذا فقد أمرتني أن أروي تلك القصة الحزينة، وبالطبع فقد دفعت مبلغا جيدا. نعم، وأنت قبلت ذلك رغم وجود شخص آخر يدفع لك. أنت محقة، ولكن متطلبات الحياة تدفع لي ذلك. لقد كان العمل متوقفا وكنت بلا نقود وترتبت علي الديون، لذا يا سيدتي، ما اسمك؟ ماتيلدا. ماتيلدا، لقد عانيت من الجوع، وصدقيني الجوع يسبب المذلة. حسنا، أفهمك. فأنت إذن تود أن تقول بأنه من بين أسماء تلك المخلوقات المسكينة سنعثر على الطفلة؟ صحيح أجل. إذن فلتبحث عنها. لقد فعلت ذلك. فعلته لما؟ بصراحة لقد أحببت أن تكون لدي ورقة في مواجهة السيدة. ولكن ماذا تعني بهذا؟ كنت أريد أخذ الحيطة، فتلك المرأة قادرة على كل شيء. متأكدة من هذا؟ ماذا كانت نتيجة البحث؟ لا شيء، وإلا لما استطاعت تلك السيدة أن تعاملني كما تفعل الآن. بلا خوف، فقط استمر. بعد البحث بقيت لدي بالطبع ثلاثة احتمالات، ثلاث طفلات. واحدة تم تبنيها على الفور ولا يمكن أن تكون تلك التي نبحث عنها، لأن والديها الحقيقيين رفع دعوة للحصول عليها. والثانية خرجت من الميتم عند بلوغها من العمر 15 عاما نتيجة لتدخل أحد الشخصيات البارزة ولم يعثر لها على أثر. والثالثة ماتت وعمرها 8 سنوات. ألا يوجد أخريات؟ كلا، بعضهن تم العثور عليهن فيما بعد، والباقيات لسنا من نفس الأعمار.
لا يمكن، لابد وأن تلك الطفلة موجودة، لا يمكن أن تكون قد تبخرت. وتلك الطفلة من خرجت من الميتم؟ الثانية، أنا لم أضع الوقت، فمثل هذا الاهتمام قد يعني شيئا واحدا فقط، ابن غير شرعي لا يمكن الاعتراف به ولا تبنيه، ولكن هناك من هو حريص على الاعتناء به. أنت على حق، ولكن نصف ساعة أقلع الجرس، ربما يكون الجرس معطلا. أنا آسف لأنها رأتني. لا تخف منها، ستعرضك للمشاكل. ولكني تعمدت عدم الرد لتأتي إلى هنا. مانيتي، هناك مفاجأة، ما رأيك بهذه؟ إنها علبتي الخاصة وأخفي بها هذه الأموال، خذها. كلا، فقد تحتاج إليها. شكرا. هيا، فلا تستطيع العمل بلا نقود، فهي التي سوف تحصنك. أنت مخطئة، اليوم بمنحك الثقة لي وفي هذه اللحظة من عمري فقد جعلتني أتعلم الكثير، لقد عملتني كإنسان وليس كصعلوك. أيها الأبله، يمكنك أن تثبت لي طيبتك والنقود معك. نعم، ولكن بصراحة ساعديني، ما الذي قد أكتشفه أكثر مما قلت لك؟ اسمع، تلك الأكاذيب التي قمت والسيدة ليونا باختلاقها ربما يكون لها أساس، حاول أن تعرف إن كان أحدهم قد أخذ تلك الطفلة. ذلك لن يكون سهلا، ولكن يجب أن تحاول. مانيتي، شيء آخر، أنا للآن أصنع المعكرونة بتلك الطريقة القديمة بهذا. تصور، أتذكر ذلك منذ طفولتي. مانيتي، إذا خطر ببالك أن تتلاعب معي بهذا سأكسر رأسك. أبذل كل ما تستطيع مانيتي. لا أدري كيف أعبر لك عن امتناني. لا عليك، فقط حاول أن تظهر امتنانك لي بالعمل وأنا سأكرمك. شكرا لك، سوف أتصل بك هاتفيا. لا، أفضل أن تأتي هنا، فبطريقة الهاتف قد يسمعنا أحد. أريدك أن تأتيني بالخفية من المدخل الخلفي. أجل، إلى اللقاء مانيتي. ماتيلدا. نعم سيدتي، ماذا كنت تريدين عندما ناديتي؟ لدينا ما نقوله على ما أظن. نعم، بكل سرور سيدتي. ماذا كان يفعل ذلك المخبر بمنزلي؟ في منزلك؟ هنا، جاء يبحث عنك. أخبرتك بأني لن أستقبله. أعرف، لذلك استقبلته أنا. كيف سمحت لنفسك؟ فقط احتجت لبعض المعلومات وقد أخذت منه ما أريد. ولكنه مستغل، فهو مستغل و... ويتعاون معك. احذري مما تقولين. مانيتي أخبرني عن القصة المريعة التي اخترعتها وقام هو بتمريرها. لا أدري عما تتكلمين. أنا أدري. القصص التي رواها مانيتي ممتاز. هيا ماتيلدا، هو عوقب سابقا بالسجن من أجل قيامه بالابتزاز. إن من السهل أن ينكشف أمرك سيدتي. لما لا تفعلين ذلك في الحال؟ برأيك سيقومون بتصديق امرأة خادمة ويكذبون السيدة؟ ذكية، لو رويت ما تفعلينه لأحزنت السيد فاليريو والسيد سيرجيو وبشكل خاص أندريا. كم تبدين امرأة بريئة، فإذا يهمك أمرهما لما لا تكفين فورا عن القيام بأمور لا تهمك، فهي أمور تهم العائلة. منذ وصولك ونحن نعاني من الكوارث التي لا تنقطع، فأنت التي حررت السيد سيرجيو للقيام بعملية الغش التي أدخلت سيد فاليريو للسجن وأوشك أن يموت وقتها، كذلك موت السيدة بيانكا وإن لم تقومي أنت بقتلها واختفاء الطفلة. ماتيلدا كفى، لن أسمح بذلك. قلت لا تسمحين؟ لم تحبي يوما أحدا من هذا البيت، وعلى الأخص أنا والسيد فاليريو والسيدة بيانكا. أنت محقة، أكرههم، فهيا أخبريهم. إنك تمقتين كل شخص سعيد يملأك الحقد،
يوجد بمكان قلبك حجر عنيد، وبهذا لن تحصدي السعادة، وأبدا لن ترضي الراحة حتى لابنك. ابني ماتيلدا، أنت مخطئة. أوه، عموما كل هذا أصبح جزءا ماضيا، وأريد أن أحذرك. أحذرك إذا ما فكرت بإلحاق الأذى بهم سأكون لك بالمرصاد. وهناك شيء بشأن تلك الطفلة، من كانت ثمرة الحب بين السيد فاليريو وزوجته حينها السيدة بيانكا، سوف أعثر عليها، إنها موجودة. وعندما تعود تلك الطفلة إلى هنا فحينها اعتبري ذلك فقط العودة لمكانها من جديد في هذا المنزل وبشخصية ابنتها. من المستحيل، فلن تنجحي أبدا أبدا. إياك وهذا. للعلم ستفشلين. أترغبين بشيء أقدمه؟ إنه أندريا، قال بأنه سيتصل. هلو؟ لا، لست شينزيا. لحظة، من؟ شخص يدعى داريو. داريو، هل تريدين مني أن أقول له لست هنا؟ لا لا لا، هاته. داريو، أهلا، كم يسعدني سماعك من جديد. نلتقي؟ لكن هل أنت هنا بروما؟ لا، لست غاضبة منك. العشاء كما تريد، ولكن لا يمكنني البقاء كثيرا. ما هو العنوان؟ أدرى أدرى. أخبرني فيما بعد ألقاك. اتفقنا، وداعا. أحبه كثيرا ولن أحب غيره أبدا، فلقد كنا مخطوبين. يجب أن أعيد نفسي، تعالي معي. كان يهاتفني مرارا ويخبرني أننا سنلتقي. كتب لي مرتين ثم بعدها لا شيء، نسيني. وذات يوم عرفت أنه تزوج. لابد أنها كانت صدمة. بالتأكيد صدمة، لقد عانيت لعدة شهور. ألم يحدثك بعدها؟ لا، إنه مار هنا بروما ويريد أن يكلمني. لا أعرف بما، أرجو أن يكون خيرا. تمني لي حظا طيبا. موفقة، وداعا. غريب يا مانيتي، انتهيت من الطعام بسرعة؟ منذ طلقت زوجتي قبل 5 سنوات لم أتناول طعاما شهيا كهذا. مؤكد عثرت عليه. أزل، تذكرت بأني وضعته مع حاجيات السيدة. أبعد الطعام جانبا، أبعد. ماذا هنا؟ لا شيء ذو بال، إنها قائمة بمحتويات الكيس وهذا مؤكد. أجل، أيمكن أن نفتحه؟ أجل أجل. الأخرى لابد أنها فقدتها أثناء الحادث. المسكينة، كيف كانت حالتها؟ تصوري، أتجول بهذا الحذاء في عز الشتاء. من فضلك كفى، مسكينة حقا، كانت تحب النظافة، ولكن انظر كيف كانت تتجول. انظر هنا. نعم.
لي. أعرفها، قصاصة من جرائد تتعلق ببيع وشراء العربات المستعملة، ولم أفهم لماذا كانت تحتفظ بها. لا لا، اقلب الصفحة، فهنالك دعاية لملابس الأطفال. هناك توجد إشارة واضحة بجانب أكياس مبطنة بالفراء للأطفال. أوه رحمتك ربي، ربما لو نظرنا بشكل أفضل لعلمنا بوجود الطفلة. يبدو اليوم أكثر سهولة لأننا نعرف أنها موجودة. في ذلك الوقت كنتم ستفكرون بشكل آخر نظرا لحالة السيدة العقلية. نعم أنت محق بهذا الأمر. منيتي لتضعها جانبا فهي تثير شعورا غريبا. فرشة نقود لم تعد متداولة. لا شيء. أنا آسفة، كنت أعتقد بأنك ستجد شيئا مهما، ولكن وأنا كذلك. اسمعي ماتيلدا، لقد كنت طيبة معي، والأهم من ذلك لقد وثقت بي، ولكنني يجب أن أكون صادقا معك. نحن نضيع من وقتنا. لقد تحدثت أيضا مع بعض الأشخاص ممن كانوا يعيشون هناك في الحي. لا شيء، بل بالأحرى هناك عجوز قالت لي بأنها رأت الطفلة وأكدت لي ذلك. رأتها؟ نعم، قالت بأنها رأتها على الأرض، ثم جاء ملاك وحملها معه. فالعجوز تبلغ من العمر ما يقارب 100 عام، وهي خريفة تماما. منيتي، يجب أن تهتم بكل التفاصيل، يجب أن تبحث عن تلك الطفلة حتى لو كلفك هذا المستحيل. كما تريدين ماتيلدا، ربما أستطيع العودة لتلك العجوز، لكن وسأتي معك، هذا لتشجيعك طبعا. قل لي ما رأيك؟ حسنا، سوف نرى. ما هذا؟ انظري لهذه الصورة. مسكينة تلك المرأة، تطلب الحماية. منيتي، هيا اذهب. شينزا، 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 كيف أنت؟ لا بأس، أجلس. لقد اطلعت على الوضع لهذا الشهر، لقد أبليت بلاء حسنا، براو. شكرا عمي، جئت أكلمك بموضوع معين وهو ذو علاقة بالعمل. هل تذكر حدثتك مرة عن فتاة تعمل في محل ملابس؟ نعم، بنتي صاحبة المحل سوف تتزوج وتبيعه، وهي مستعدة لتركه لفتاتي المحل. وما هي المشكلة؟ ربما هي أنه في البداية صعب أن تواجه المصاريف،
على سبيل المثال البنوك لن تقبل باستمرار فوائد قروض بنتي. فهمت. لنرى ما هو الحل الذي بحوزتكم. كنت أريد إخبارك بأني كلمت بنتي وسمحت لي بأن أرى حساباتها بعيدا عن الفتاتين، وثبت أن المحل ربحه فعلا مدهش. إذن ما الذي تريد فعله؟ بودي أن تقوم بشرائه. ما أعنيه أن تشتري الرخصة والمكان ثم تبيعه للفتاتين بالأقساط السهلة، وهكذا تستطيعان العمل وهما مطمئنتان تماما. إنما تقترحه الآن لا يدخل ضمن دائرة أعمالنا أندريا. نعم أعرف، ولكن لا بأس إذا كان الأمر غير مناسب. ومن قال لك بأني أعتبره غير مناسب؟ فكرت فعلا بالإيجار، فهذا لا يضر. فإذا تعثرت أعمالنا يبقى لنا المحل، والمباني ثمنها أبدا لا ينزل. فكرة ممتازة، بإمكانك القيام بتنفيذها. يهمني رأيك. شكرا. عمي، إن ماتيلدا وضعت نصب عينيها العثور على ابنتك لوحدها، فأنا حاولت معرفة شيء لكنها تهربت مني. تتصرف معي بنفس الشكل وتكرر دائما كل شيء في الوقت المناسب، هكذا هي. أعرفها، عندما تضع شيئا في رأسها تنفذه. على كل سنرى إذا كان هنالك أي إمكانية في العثور عليها فسوف تنجح. أتمنى. عد. الحمد لله أنك عدتي، كنت قلقة عليك. أنت على حق، من فضلك سامحيني، الأمسية كانت مذهلة بالفعل. كيف كان الوضع؟ بدا وكأنه خيال، ما زال جميلا كما كان، وزنه ازداد قليلا ربما. المهم تناولنا الطعام في مطعم شاعري ثم ذهبنا للفندق وبقيت معه. أخبرني بأنه لا يزال مغرما بي أنا وسوف يطلقها. هل أوضح لك ما الداعي لتصرفه هذا؟ أجل، عندما ذهب إلى الشمال تعرف على ابنة صاحب العمل، وكانت فتاة رائعة وأقام معها علاقة، وبعدها اضطر للزواج منها على ما أعتقد. أخبرني بأنه كان سعيدا، كان صادقا، حدثني عن الحياة التي يعيشها. لديه دائما الكثير من الأشغال، وزوجته الجميلة لا تقوم بأي شيء، فقط تلعب التنس. نعم، إنه شيء مدهش بحق. لا، من معرفتي لداريو العزيز فهو عندما يحب يريد أن يكون الوحيد. لم يقل لي مباشرة، ولكن برأيي كان لها مؤكدا علاقات، وهو الآن يريد الانفصال. لا يوجد أولاد؟ لا، إن قام بتطليقها يفقد عمله، لكن صحيفة مهمة حقا على استعداد للتعاون معه. فإذا سوف تغادرين؟ لا، لا يجب أن تفكري هكذا، ثم أنت قريبا سترتبطين أيضا. كل ما أقوله بسبب أنني أحبك، ولكن العلاقة بيني وبينه إن عادت، مشاريعنا بالنسبة للبوتيك. يجب ألا تفكري مطلقا، فكري بسعادتك معه الآن فقط. لدي فكرة، سأتصل بأندريا وهكذا نخرج جميعا هذا المساء ونتعرف عليه. أجل، سوف يتصل بي بعد الظهر، سأقول له أمنياتي لأندريا. من؟ نعم، أهلا، كيف أنت؟ بخير، هل تعمل؟ لا شيء هنا، لا يحدث أشياء مثيرة. وأنت؟ لا يوجد الآن عمل. ليس صحيحا، عندك في المحل قد يحدث أن يدخل شاب يريد شراء شيء ما فيقع في غرامك. حسنا حسنا، إني أمزح، سأتكلم بجد لا عليك. شينزا قابلت صديقا، بالواقع أكثر من صديق، كانا متحبين وهكذا قررنا أن نخرج سوية إذا كنت ترغب بذلك. نعم نعم، أحجز طاولة؟ لا، سوف يتصل بها عند الظهر ثم نقرر. نعم، متى نلتقي؟ في الثامنة. كن دقيقا. حسنا، وداعا. وداعا. وداعا.
سنلتقي قريبا. ودع. شكرا لك. قمنا ببيع واحدة أخرى. ما بك؟ داريو لا أدري لما لم يتصل. لابد وأن شيئا قد حصل معه، ربما كان في اجتماع ولم يتمكن من الاتصال. لم يقل لي إنه باجتماع أبدا. مما أخبرتني به لم يكن لديكما الكثير من الوقت، لما لا تهاتفينه أنت؟ بهذه الطريقة أعطيه انطباعا أني أجري خلفه. مع ذلك أنت على حق، سأهاتفه. هلو، 205 داريو من فضلك. لكن أنت متأكد؟ لم يترك أي خبر لي أبدا. شينزا ماذا حدث؟ ذهب معها مع زوجته بالصباح، وصلت. ربما هناك خطأ. بالطبع هناك خطأ، اقترفته أنا. إنه أندريا، فهل تريدين مني ألا أستقبله؟ لا، لأني سأنسى بوجوده بسرعة، وإلا خمن أننا لسنا بالبيت. أدرى. أهلا. ما بها؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ انظري لوجهها. قل أندريا، ما هي المفاجأة؟ بشأن البوتيك، مؤسستنا قررت ابتياعه، الرخصة والمحل، بهذا تتوليان الأمر بكل هدوء. ماذا تريان؟ مفاجأة سيئة؟ لا أبدا أندريا، لكن البارحة اعتقدت بأني سأعيش بحب وسعادة أخيرا، ونسيت البوتيك ونسيت كل شيء، ولكن الأمور تغيرت الآن. من فضلك أوضحي له. ما بها؟ شينزا أصيبت بصدمة بشعة، لقد قابلت شخصا كانت تحبه، كان يدعى داريو، وذهبا معا بعدها للعشاء. لقد قال لها بأنه ما زال يحبها وأنه سينفصل عن زوجته، وهكذا أمضيا اليوم معا، لكن في اليوم التالي اختفى. فقد عاد لزوجته السابقة. الوقت، قلبي معك. إنه ذنبي، لا تقلق. لذلك نحن حزينتان. مع ذلك شكرا أندريا، الخبر أفرحنا. Sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni in cui volai, ed il primo spietato amor mio siete per me. E persino mi appassionai di voi, su di voi giurai e mi ci tormentai. Sembra niente, ma il cuore era il mio, poi c'eri tu.
vento soffierà, la pioggia pioverà. La nebbia velerà, il sole picchierà, ma i ricordi non passano.